بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، أعضاء منصة علماء المستقبل وضيوفنا الكرام، يتجدد اللقاء معكم مع أمسية من أمسيات منصة علماء المستقبل. زي ما حضراتكم متعودين معانا دايما أو يعني أسبوعيا تقريبا، بيتجدد معكم اللقاء. بنستضيف علماء من علمائنا، طبعا ما شاء الله معظمهم مدربين معتمدين في مراكز تدريب. بنختار موضوعات تهم الباحثين في كافة المجالات. النهارده بتشرفنا الأستاذ الدكتور سماح فكري درويش، أستاذ ورئيس وحدة بحوث التكنولوجيا الحيوية، معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية. الدكتور سماح ماجستير ودكتوراه في الميكروبيولوجي من طب بيطري جامعة القاهرة، هي طبعا مدرب معتمد بمركز تدريب بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، حاصل على شهادة الأيزو في التدريب. إن شاء الله محاضرتنا النهاردة في البيولوجية الجزيئية بعنوان guideline for the selection of the appropriate nucleic acid based tool. تفضل دكتور سماح، منورانا النهارده يا دكتوره، ومش اول مره لقاء يتجدد مع حضرتك. قبل كده عملتي برضو معانا محاضره قيمه في الريال تايم بي تي ار مع منصه علماء النخبه، منظمنا معاهم محاضره. حضرتك شرفتينا ما شاء الله، ربنا يبارك في علمك. الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا دكتور. تسلمي يا دكتور على المقدمة الجميلة دي. إن شاء الله خلاص بقى الدكتورة إيناس عرفتني، ف هي المحاضرة النهاردة أنا يمكن اديتها قبل كده على مع مجلة الجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي. شوية النهاردة غيرتها على أساس تناسب الكل مش المايكرو بس. هي عن يعني ازاي ابدا اختار النيوكليك اسيد بيز تولز المناسبه على حسب شغلي، وده يمكن جه من خلال او الهدف كان من المحاضره، ان احنا بنشتغل في الوحده عندنا، بيجي لنا ناس بيشتغلوا شغل وحده خاصه، فساعات بيجوا مش عارفين هم عايزين ايه، او هو مش عارف اللي هو عايزه ده هيعمله ازاي. فيمكن دي كانت فكره المحاضره، ازاي نفهم يعني او نوعي الناس ايه هي التولز بتاعت الملايكولار بيولوجي، ايه ازاي اقدر اوجهها او ازاي تخدمني، لان احنا عندنا تولز كتيره جدا او تكنيكس كتيره جدا، زي البي سي ار بانواعه المختلفه، السيكوينسنج، الالكتروفوريزيس، الكوميت، يعني اسماء كتير من التكنيكس. الفكره الواحد بيبقى محتار، طب يعمل ايه الايه او يوظف كل التكنيكس دي ازاي. ففي البداية لازم بس نعرف ان الميكرو بيولوجي بيتعامل مع ثلاثة كومبوننت كبار او مهمين، اللي هم بيسموهم البيزك بلايرز في الميكرو بيولوجي، اللي هم ال DNA وال RNA والبروتين. الثلاثة مولكيولز دولت هم الشغل الشاغل في الميكرو بيولوجي، او الميكرو بيولوجي بيديل with ال 3 مولكيولز دولت. طبعا احنا عارفين السنترال دوغما بتاعت الموليكولار بيولوجي، ان الدي ان ايه بيقدر يعمل ريبليكيشن ان فيفو اثناء التكاثر بتاع الخليه او تجدد الخلايا، وفي نفس الوقت الدي ان ايه بيقدر يتحول للار ان ايه في عمليه الترانسكريبشن عشان يترجم الميسنجر ار ان ايه عن طريق عمليه الترانسليشن للبروتين. هي دي بيسموها السنترال دوغما. طيب التكنيكس بقى اللي هنشتغل عليها او القائم عليها الموليكولار بيولوجي بتعتمد على بيزك برينسيبلز. البرينسيبلز دي لازم نبقى عارفينها على اساس هي دي اللي بتعتمد عليها الفكره بتاعت كل تكنيك. البيزك برينسيبلز دي انا بسميهم الفيكس ابيليتي او المقدرات الست بتاعت الملكيوز دي، اللي هم ايه. اول حاجه ان النيوكليك اسيد انا هقدر اعمل له ايزوليشن وبيوريفيكيشن في المعمل، يبقى دي اول تولز عندي، ان انا اقدر اعمل سيبريشن وايزوليشن وبيوريفيكيشن للنيوكليك اسيد سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه. طيب تاني ابيليتي ان النيوكليك اسيد ده
يقدر يعمل هايبريدايزيشن. يعني ايه هايبريدايزيشن؟ يعني ستراند من النيوكليك اسيد يشبك او يميل مع ستراند تاني بشرط انهم يكونوا كومبلمنتري لبعض. طبعا احنا عارفين، انا مش هخش في ديتيل نظري، لكن عارفين ان القواعد اللي بيتكون منها نيوكليك اسيد اللي هي الادينين والجوانين والسيتوزين الثيمين، الاي بتبقى مقابل ليها تي او كومبلمنتري ليها تي، وسي كومبلمنتري ليها جي. وبالتالي انا اقدر التو ستراند من نيوكليك اسيد لو السيكونس بتاعهم كومبلمنتري لبعض هيقدروا يشبكوا في بعض تاني بما يعرف بعمليه الهايبريدايزيشن او الانيلينج. طيب تالت ability ان النيوكليك اسيد اقدر اعمل له سيباريشن اكوردنج لللينس بتاعه الطول بتاعه عن طريق الكهرباء، عن طريق الالكتريسيتي، فيما يعرف بالالكتروفريزيس او الفصل الكهربي للنيوكليك اسيد. الابيليتي الرابعه الدبل ستراند دي ان ايه اقدر اقطع فيه، ولو كان عندي مولكيولز مثلا من الدي ان ايه طوله مثلا 500 اقدر اقطعه لجزئين مثلا 200 و300 عن طريق ما يعرف بالريستريكشن انزايم. الريستريكشن انزايمز دي انزيمات مختصة، كل انزيم فيها بيقطع في سيكونس معين يقدر يقطع لي الدبل ستراند دي ان ايه، واقدر تاني مكان القطع دوت اعمل له جويننج عن طريق اللايجاز انزيم. الفيفث ابيليتي اللي هي ان الدي ان ايه يقدر يعمل لنفسه ريبليكيشن ان فيترو عن طريق الدي ان ايه بوليميريزيس بما يعرف بالبي سي ار او تكنيك البي سي ار. الحاجة الأخيرة اللي هي الار ان ايه يقدر يكون الريسبكتيف دي ان ايه او الكومبلمنتري دي ان ايه بتاعه عن طريق الريفرس ترانسكريبتيز، الريفرس ترانسكريبتيز انزيم ده اللي بنستخدمه في الار تي بي سي ار. تمام. طيب دي فكره الهايبريدايزيشن، واحنا قلنا لا يعني عشان بس تبقى واضحه ان انا لو عندي دبل ستراند دي ان ايه وفكيته عن طريق الديناتوريشن بقى كل ستراند لوحده، لو انا جبت ستراند كومبلمنتري الواحد فيهم يقدر يعمل كومبل، يعني يقدر يشبك فيه او يعمل له هايبريدايزيشن ما دام كومبلمنتري لبعض. ودي قلنا من الايه من الابيليتيز بتاعت النيوكليك اسيد. التولز اللي بتستخدم في الموليكيولار فايلز زي ما قلنا، اول حاجه الايزوليشن ميثود، ان انا عندي ديفرنت ميثود بتستخدم للايزوليشن او الاكستراكشن بتاع النيوكليك اسيد بنوعيه. تاني حاجه الالكتروفوريزيس، ودي لانواع كتيره. البي سي ار بانواعه المختلفه. السيكوينسينج من اهم برضو التولز اللي بتستخدم في الموليكيولار بيولوجي بس يمكن اغلاهم. واستخدامات الريستريكشن انزايم واللايجيز انزايم. والتولز بتاعه الماكرو موليكيولار بلوتينج اللي انا اقدر انقل بيها المولكيولز دي من على الجيل للنايلون ميمبرين. واخر حاجه طبعا الكلوميد. لو اخدناهم تول تول كده نتكلم عنه طبعا باختصار، لان المحاضره انا بس بعرف بالبرنسبل عشان اقول هوظفهم ازاي، لكن مش الغرض منها ان انا اشرح كل تكنيك بالتفصيل لانها هيحتاج محاضرات كتيره ما ينفعش في محاضره واحده. اول تول اللي هو الايزوليشن اوف نيوكليك اسيد. انا كحد هبدا اشتغل او لسه بادئ في 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 سكه الدراسه او شغل الموليكولار بايولوجي، لازم اعرف ان لو انا هشتغل على نيوكليك اسيد ان الكي ستيب بتاعتي واللي نجح شغلي هو الايزوليشن، ان انا انجح ان انا اعمل ايزوليشن للنيوكليك اسيد التارجت بتاعي. وبالتالي اختيار الطريقه المناسبه اللي انا هشتغل بيها دي بتعتمد على حاجات كتير قوي. بتعتمد على الاول انا هشتغل ايه، يعني انا الدي ان ايه او الار ان ايه اللي انا هاخده انا هعمل عليه ايه، هشتغل عليه بي سي ار ولا هفصل بس بالالكتروفوريزيس ولا هعمل هايبريدايزيشن ولا هعمل ريال تايم. لازم في الاول ابقى عارف انا هشتغل ايه، انا عايز النيوكليك اسيد ليه. تاني حاجه لازم اعرف هو انا هشتغل دي ان ايه ولا ار ان ايه، لان ده هيفرق كتير جدا من اول لحظه اخذ العينه وحفظها لغايه اختيار الميثود. من الحاجات المهمه اللي لازم اعرفها برضو السامبل تايب. طب هو انا هشتغل على ايه، ايه نوع السامبل بتاعتي، هل هتبقى بلاد ولا تيشو ولا هتبقى عينه سيمن ولا وات ايفر. يبقى لازم الحاجات دي. طب عدد السامبل اللي هشتغلها، انا هشتغل عينه ولا اتنين كده حاجه معينه، ولا لا ده انا بعمل سيرفي وعندي عدد كبير من العينات. ليه بقى الحاجات دي كلها هتفرق في ان انا محتاج يلد او بيوريتي وكونسنتريشن من نيوكليك اسيد قد ايه، الكوست اللي هتكلفه في الميثود اللي هختارها قد ايه. طب انا في الحاله دي هستخدم كرود ميثود
يعني طريقه تطلع لي دي ان ايه او ار دي ان ايه، طبعا هي ما بتستخدمش غير على دي ان ايه، حاجه كده كرود زي ما بيقولوا اقدر اشتغل عليها بي سي ار، ولا لا ده انا لازم يبقى عندي نيوكليك اسيد بيور فاستخدم الكيميكال ميثود او كيتس بتعتمد على الكولا. يبقى لازم اعرف في الاول خالص انا هختار الميثود المناسبه ليه، لان نجاح في اختيار الميثود هيؤدي لنجاحي في ان انا اعمل ايزوليشن كويس، وبالتالي السكسس بتاع التجربه بتاعتي او بدايه التجربه بتاعتي، لان دايما ما بني على باطل فهو باطل. لكن لو انت بدات ونجحت في ده ووفرت النيوكليك اسيد المناسب ان شاء الله هتنجح في بقيه الاختبارات. طيب التولز الثانيه اللي هو الفصل الكهربي. الفصل الكهربي دوت البيزك برنسبل بتاعته ان انا الملكيولز بتاعتي اللي اتكلمنا عليها سواء كانت دي ان ايه ار ان ايه او بروتينز اقدر اعمل لها سيباريشن عن طريق التيار الكهربي، عن طريق افصلها عن طريق كهرباء. منها طبعا انواع كتير، في منها الهوريزونتال الفيرتيكال، في اللي بيستخدم في البروتين زي الاس اس بولي اكريلامات جيل الكتروفريزز، في انواع نادره لما بنستخدمها زي البالسد فيلز جيل الكتروفريزز، في السنجل سيل جيل الكتروفريز. يمكن انا هتطرق لبعض انواعها باختصار لان زي ما قلت الحاجات دي بتحتاج كلام كتير. لكن الهوريزونتال الكتروفريز اللي هو بيستخدم هنا الاجاروز، التكنيك ده على طول بيستخدم، محدش بيشتغل موليكولر بيولوجي من غير ما بيشتغل بيه ده ايده ورجله في المعمل، هو ده اللي هيشوف بيه الدي ان ايه، هو اللي هيشوف بيه نتيجه البي سي ار، نتيجه الار اف اللي بيه، يعني ده زي ما بنقول كده ايدنا ورجلنا في الشغل. طبعا انا بستخدم فيه الماده اللي هتكون لي الماتريكس نفسها الاجاروز. وفي منه انواع بقى اللي هو الميني اللي هو بيبقى الجل الصغير ال 10 سم في 10 سم، وفي الميديوم او الميدي جل اللي بيبقى اكبر شويه لغايه اللارج. طب انا بختار بناء على ايه؟ بناء على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها فصل او النيوكليك اسيد اللي عايز افصله، هل محتاج يفصل فتره طويله، هل انا بقطع بندات كتير وبالتالي عايزها تفرد على الجل فلازم اختار على الاقل الميديوم او اللارج، ولا لا ده انا بعمل سكريننج للبي سي ار فانا محتاج جل صغير مجرد بس هيهاجم تلت ساعه ولا نص ساعه بالكتير، وعايز اشوف الباندا موجوده ولا مش موجوده ومقاسها قد ايه. ده بالنسبه للهوريزونتال جل اجاروس جل الكتروفوريز. طب النوع الثاني اللي هو الفيرتيكال، يمكن ده اقل شويه في الاستخدام من الاجاروس لكن طبعا لا غنى عنه، وده هيستخدم يا اما في نيوكليك اسيد ومينلي طبعا في البروتين. في البروتين بنسميه اللي هو الاس اس الاس دي اس بيتش، ده بيستخدم لفصل البروتين او البروتين موليكيولز. وفي الدي ان ايه انا في شغل الدي ان ايه بستخدمه برضه لما بيكون محتاجه المميزات بتاعته. طب ايه هي بسرعه المميزات بتاعته؟ ان الفصل فيه بيبقى اوضح من الاجاروز، وخصوصا لما بتكون الفروق ما بين البندات صغيره، لما في الطول طبعا انا اقصد، لان قدرته او الريزوليوشن بتاعه على توضيح الفروق في السايز ما بين البندات وبعضها بيبقى اكبر كتير. يبقى في حالات معينه لازم ابقى فاهم الفرق بين الاجاروز، لازم ابقى فرق مميزات البولي اكريلامايد وامتى احتاج استخدم البولي اكريلامايد ما استخدمش الاجاروز. طبعا في تكنيكس بتعتمد عليه زي الاس اس سي بي، ده نوع من الالكتروفوريزس بيتعمل لبي سي ار برودكت بس بعد ما بعمل لها ديناتوريشن. يعني ايه ديناتوريشن؟ يعني اعرضها الحراره وديناتشرنج ايجنت بتعمل لها ديناتوريشن، يعني فصل التو ستراند، ويمكن ده هتطرق له قدام شويه. طيب من الانواع الثانيه اللي انا هستخدمها البالسد فيلد الالكتروفوريز، ده برضو نوع من انواع الالكتروفوريز بيعتمد على نوع من الاجاروز اللي هو لو ميلتنج اجاروز. ده بيستخدم يمكن دلوقتي استخداماته مش كتير، بس هو مين اللي كان بيستخدم عشان اشوف الجينوم سايز مثلا بتاع بكتيريا قد ايه، او لو انا بقطع في الجينوم بتاع البكتيريا دي بانزيمات ريستريكشن انزيم بس اللي بتقطع نادر جدا، وبالتالي البرودكت بتاعت القطع بتبقى اطوال طويله، فانا عايزه احافظ عليها ما تتكسرش. فعشان كده ده بيعتمد ان انا بدوب الخلايا او بعمل لها ميكسنج مع اجاروز، وبحط في الويل البلوكه دي بيسموها البلوك، دي عباره عن الخلايا سسبندد في اجاروز بقت عامله زي بلوك الشمع كده، وبعمل لها لايزس ان سيتيو بالريستريكشن انزيم او بال، وبعد كده ابدا امررها فبتحافظ على البرودكت بتاعتي او الفراجمنتس اللي بتتقطع دي انتاكت.
السنجل سيل جيل الكتروفوريزيس زي ما قلت، ده اللي هو ده نوع برضه من انواع الالكتروفوريزيس، بس ده بيعتبر انه بيتعمل على مستوى الخلية، يعني نوع من انواع الفصل الكهربي، بس لكل خلية خلية مفردة. طب انا بعمله ازاي او بعمله ليه؟ بعمله ازاي؟ بعمله على مستوى الخلية، بيبقى انا السامبل بتاعتي سواء بقى جزء من تيشو او سيمين سامبل او ليمفوسايت، ببدا اجيب الخلايا دي، لو هي تيشو بعمل له زي هوموجينايزيشن كده واعمل سيبريشن للخلايا، وابدا ابقى عامله لها الكاونت وعارفه العدد، لاني ببدا اخلطها على نوع من انواع الاجاروس وابدا اثبتها على جلاس سلايد. اول ما بثبتها على الجلاس سلايد وبسيبها تجف، ببدا اعمل لها لايزيس ان سيتو، يعني ببدا اكسر الخلايا دي عن طريق البروتينيز كي وبعض البفرات، ان بتعمل دايجيشن للسيل وول، وفي نفس الوقت هي ثابته في مكانها على الايه، في الاجاروس على السلايد. بعد كده بعمل لها برضو الكتروفوريزيس. ففكرته ان انا لو الدي ان ايه في النيوكليس انتاكت هيبقى بالمنظر ده، مش هيحصل له مايجريشن لانه انتاكت فثابت في مكانه، فبياخد الشكل ده لما بصبغ في الاخر وابحث تحت الميكروسكوب. طب لو في الدي ان ايه ده دامج، لو في حاجه كسرته، على حسب الديجري بتاعه الدامج بيبدا يحصل مايجريشن اكنه هنا من نيجاتيف للبوزيتيف، فيبدا يتكون عندي التيل، وعشان كده هنا سموه الكوميت نسبه الى الكوميت او المذنب. فكل ما يزيد التيل بالمنظر ده معناها ان في دامج، الدي ان ده اتعرض للدامج، وكل ما يكون سيركلر بالمنظر ده زي النيوكليس كده بالظبط معناها انه ما اتعرضش للدمج. ده نوع مهم من انواع الالكتروفوريزيس، وده بنشوف فيه الدي ان انتجريتي، يعني بشوف فيه سلامه الدي ان ايه از هول، يعني الدي ان ايه داخل على مستوى الخليه، هل الدي ان ايه سليم ولا في دي درجه من درجات الدمج. طبعا منه انواع كتير، لكن انا بس بقول الايه البرنسبل. البي سي ار طبعا كلنا عارفين البي سي ار، البي سي ار ده عمل طفره في شغل الملكر بيولوجي، وزي ما قلنا ان هي الفكره بتاعته ان احنا بنقلل اللي بيحصل في الانفيبو دي ان ايه ريبليكيشن، عن طريق ان انا بوفر التمبريت اللي هو السامبل بتاعتي والبرايمرز اللي هي هتبدا التفاعل، البرايمرات دي اللي هم بيسموها بادئات التفاعل، بيبقى عندي المينيموم هنا 2 بير من البرايمر، يعني 2 برايمرز فورورد وريفرس، بيبدا يعملوا بيتارجتوا التارجت او الجزء من الدي ان ايه السبيسيفيك اللي انا بدور عليه، وبوفر بقى الدي ان ايه بوليمريز اللي هيعمل البوليمرايزيشن، اوفر النيكليتايدز، اوفر البفرات المناسبه، وببدا احطهم في الثيرمو سايكلر اللي هيبدا يوفر لي الخطوات بتاعه الثلاثه ستيبس بتوع البي سي ار سايكل، اللي هو في الاول ان لازم يحصل ديناتوريشن عند درجه حراره 95، وبعد كده تبدا اهدي عشان يحصل ديناتوريشن، اجي ابدا اقلل الحراره لدرجه الانيلنج اللي بتبقى مناسبه للبرايمر انه يانيل للكومبلمنتري سايد بتاعه، يبدا بعد كده اعلي شويه درجه الحراره تاني عند 72 عشان يحصل بوليمرايزيشن، يجي الانزيم عند الطرف 3 بتاع البرايمر ويبدا يعمل يقاد النيوكليتيدات، وهكذا بيبدا بقى سايكل ورا سايكل ورا سايكل. لو انا عندي تارجت واحد او جين واحد من اللي انا بدور عليه، مع اول سايكل هيبقى اثنين، مع اللي وراها هيبقى اربعه، وهكذا طالما الكونديشن مناسبه والهدف بتاعي موجود او التارجت بتاعي موجود. طبعا البي سي ار لازم في الاول بعمل خطوه اكستراكشن. البي سي ار من اقل التكنيك اللي بتحتاج بيوريتي او كونسنتريشن من النيوكليك اسيد، يعني انا اقدر لو انا بشتغل على بكتيريا، او معزولات، مجرد ما بعمل بويلنج اقدر اخد الدي ان ايه واشتغل عليه في البي سي ار. طبعا بشوف نتائج البي سي ار ازاي، عن طريق الجل اللي هو الاجاروس جل الكتروفوريزيس اللي احنا قلنا ده ايدينا ورجلينا في معمل الموليكيولر. طب انا بشوف ايه؟ بشوف بندات زي ما انا شايفه في الصوره كده دي، انا بيبقى عندي ماركر، ده المسطره او الستاندر اللي انا بشوف مقاس البندات اللي بتطلع لي عليه. طيب انا بشوف البنده اللي طالعه لي، طب هي نفس السايز اللي انا مصممه البرايمر عليه؟ يعني زي مثلا انا مصممه برايمر بتارجت طول من الدي ان ايه او فراجمنت طولها مثلا زي هنا كده تقريبا، ده كان في حدود 230 بيز،
هاجي هشوف الباندا اللي طالعه لي فعلا في الرينج ده مظبوطه كده مع البوزيتيف كنترول طبعا ولا لا، وابص طبعا النيجاتيف كنترول انه نيجاتيف. طيب ده بالنسبه للدي سي ار، في منه انواع كتير جدا، انواع لا حصر لها بقى في دلوقتي. يعني الار تي بي سي ار اللي انا هشتغل عليه على الار ان ايه، في المالتيبلكس بي سي ار، النستد بي سي ار، الرابد بي سي ار، طبعا الريال تايم عمل طفره كبيره، ده برضو يعتبر نوع من انواع الفاريشن او الاختلافات بتاعه البي سي ار، في الدايركت بي سي ار الفاست، يعني مسميات كتير طبعا مش هنقدر هنا نحصرها، لكن يمكن انا هعدي بسرعه على الار تي بي سي ار، لان احنا عارفين ان البي سي ار عموما ما بيشتغلش غير على دبل ستراند الدي ان ايه، لازم دبل ستراند الدي ان ايه، لان انا بيبقى عندي تو برايمر، واحد بيتارجت الفورورد والتاني بيتارجت الريفرس ستراند، وبالتالي عشان تنجح عمليه البي سي ار نفسها والبرايمر يشبك لازم يبقى عندي دبل ستراند الدي ان ايه. طب في الار ان ايه، الار ان ايه طب هو مش هينفع، يعني انا معلش سوري، هو البي سي ار لازم يشتغل على دي ان ايه، لان البوليميريز انزيم ما بيشتغلش غير على دي ان ايه، وبالتالي هو معمول خصيصا للدي ان ايه. طب لو انا عندي ار ان ايه، الدي ان ايه بوليميريز ما بتشتغلش على الار ان ايه، وبالتالي الار ان ايه سواء كان سنجل ستراند او دبل ستراند ار ان ايه زي بعض انواع من الفيروسات، لازم احوله الاول الكومبلمنتري سي دي ان ايه سيكونس عن طريق الريفرس ترانسكريبشن. طبعا في انواع للبريمرات اللي بتستخدم في الخطوه دي، وفي انواع من الانزيم، لكن ايا كان الانزيم اللي هستخدمه هو هيحول لي الار ان ايه دوت لسي دي ان ايه، عشان بعد كده اخد السي دي ان ايه اشتغل عليه البي سي ار العادي بقى اللي انا عارفاه. ممكن الكلام ده يتعمل في 1 ستيب او في 2 ستيب على حسب طبعا اختياري للكيتس او انا هشتغل ايه. من الانواع برضو المشهوره في البي سي ار اللي هو المالتيبلكس بي سي ار. طب ايه هو المالتيبلكس؟ ان انا بدل ما بيبقى عندي تارجت واحد حاطه له بير من البرايمر، حاطه له برايمر بير يعني، لا انا هاي تارجت اثنين ثلاثه مثلا باثوجين، بدل ما هعمل كل واحد فيهم في رياكشن، هنا مثلا انا بعمل مثلا تارجت لمثلا نوع من البكتيريا، مثلا هنا ستاف، هنا ستريبت، هنا ليبتو ايكولاي مثلا، مسببات كم مسببات ماستايتس، لا انا هحطهم كلهم مع بعض في رياكشن واحد، هيعتمد بس على اختيار البرايمرات المناسبه السبيسيفيك لكل واحد واللي اقدر اجمعها مع بعض في رياكشن واحد، وبالتالي انا هعمل على العينه بتاعتي رياكشن واحد، طبعا هيبقى موفر وهيبقى اسرع، بدل ما اعمل على العينه لو انا مثلا بدور على مسببات اجهاض في جنين مجهض، فبدل ما اقعد اعمل عليه مره للبروسيلا ومره للمايكوبلازما ومره للليبتوسبايرا ومره للكامبيوباكتر، لا انا هحطهم كلهم في رياكشن واحد بتكلفه واحده وفي رن واحده هطلع بالنتيجه. الاهم بس هنا في الديزاين واختيار البرايمرات والاوبتمايزيشن بتاع البي سي ار، لكن عموما كفكره هي دي الفكره بتاعه المالتيبلكس بي سي ار. النستد بي سي ار برضو من الحاجات المشهوره، ان انا هعمل الشغل بتاعي هيبقى على مرحلتين، الفيرست بي سي ار هعمل رن في الاول ببير من ببير من البرايمر الفورورد والريفرس، وبعد كده اخد النتيجه اللي هتطلع لي من الفيرست ران دوت، اعمل عليها بي سي ار تاني ببرايمر تاني داخل، هيبقى نستد داخل الجزء اللي طلع لي من اول مره. طب انا بعمل كده ليه لما بكون عايزه سنسيتيفيتي اعلى؟ بس طبعا هنا التكلفه بتبقى مضاعفه شويه. طبعا المهم دلوقتي الناس كلها بتجري عليه اللي هو الريال تايم، الريال تايم بي سي ار بيسموه الكوانتيتيف بي سي ار، ده محتاج نقعد نتكلم عليه مثلا ثلاث محاضرات، لكن هي الفكره بتاعته هو عبارة عن بي سي ار عادي، بس بدل ما انا بستنى عشان اشوف النتيجة عن طريق الادارات جيل، لا انا ببقى حاطة كيمستري معين او سبيسيفيك ريال تايم كيمستري معين داخل الرياكشن، الكيمستري دي بتوفر لي المقدرة عن طريق الجهاز بتاع الريال تايم ماشين ان انا اثناء الرن نفسها اقدر اتابع اللي بيحصل جوه التيوب نفسها، اقدر عن طريق الليزر ديتكتور او الاوبتيكال ميديول اللي موجود في الماشين نفسها اقدر اتابع الرن
واشوف الفلوريسنس اللي بيخرج والجهاز بيعمله ديتكشن. لكن الريال تايم في فاكتورز كتيره بتاثر عليه، وبالتالي لازم ابقى انا فاهمه كويس قوي عشان النتائج اللي تطلع لي اقدر اعملها فاليديشن، لان ما ينفعش اشتغل ريال تايم من غير ما افهم هو انا شغاله مثلا بسايبر جرين، طب مشاكل السايبر جرين ايه، طب شغاله بالتاكمان كيمستري، طب التاكمان كيمستري ده مميزاتها ايه، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده، عشان اقدر فعلا ابقى معتمده على الايه، على النتيجه اللي طالعه لي وابقى واثقه منها. بالنسبه للتولز، من التولز المهمه السيكونسنج. السيكونسنج يعني ايه سيكونسنج؟ سيكونسنج يعني اعرف ترتيب او الاوردر بتاع النيوكليوتايدز اللي موجوده على القطعه من الدي ان ايه ولا الار ان ايه. طيب اعرف التتابعات، ده طبعا حاجه مهمه جدا، بس السيكونسنج من الحاجات اللي الى حد كبير مكلفه. لو انا عايزه اعمل سيكونسنج حاجه من الاثنين، يا اما انا مبسوط وعندي فاند وهقدر اعمل هول جينوم سيكونسنج باستخدام النكست جينيريشن التكنولوجيا الجديده بتاعت السيكونسنج، او لو انا بشتغل بقى على نطاق اصغر انا هبدا، لا انا هبدا اخد لوكال سبيسيفيك، اخد جزء معين هو ده اللي هعمل له سيكونسنج. الجزء ده هاخده يا اما انا مقطعه ريستريكشن انزايم وهاخد باندا معينه هي دي السبيسيفيك عايز اعملها سيكونسنج، او هعمل بي سي ار واخد نتائج البي سي ار برودكت بتاعتي، او هعمل كلوننج واخد نتيجه الكلوننج نفسها اعمل لها سيكونسنج باستخدام السانجر ميثود. الريستريكشن انزايم زي ما قلنا في البرنسبلز او الابيليتيز اللي بيعتمد عليها شغل الميكرو بيولوجي وجود الريستريكشن انزايم. طب ايه هي الريستريكشن انزايم باختصار؟ الريستريكشن انزايم دي مجموعه من الانزيمات دي بتستخلص من البكتيريا، موجوده في البكتيريا هي اللي بتحمي البكتيريا من البكتيريوفاج اللي هي الفيروسات اللي بتطيب البكتيريا. طيب الريستريكشن انزايم دي كل مجموعه كبيره جدا، كل ريستريكشن انزايم له الاسم بتاعه بيبقى مستمد من البكتيريا اللي طالع منها، يعني مثلا الايكو ار 1 طالع من الايكو لاي. وكل ريستريكشن انزايم ليه درجه الحراره اللي بيبقى اكتف عندها وبيشتغل عندها. في نفس الوقت وده الاهم، ان كل ريستريكشن انزايم ليه ريكوجنيشن سيكونس، يعني ليه سيكونس تتابع معين من الدي ان ايه، اول ما يشوفه بيبدا يقطع في كات سايت معين. يعني مثلا في انزيم اول ما يلاقي التتابع ده اللي هو A A G C T T A خلاص، اول ما يلاقي التتابع ده يبدا يقطع، يجي عند ما بين ال A وال A كده اهو، ويعمل كده اهو، ويجي يقطع من هنا الكومبلمنت بتاعهم من الناحيه الثانيه الستراند الثاني، وبالتالي هو ده بيسموه الكات سايت، لكن ده على بعضه كده اللي هو ريكوجنيشن سيكونس. طبعا في اشكال كتير، في انواع كتير من الانزيم، كل انزيم ليه التتابع او السيكونس السبيسيفيك بتاعه وطريقه القطع بتاعته. طريقه القطع يا اما بتبقى بالشكل ده اللي هي بيسموها ستيكي اند، يعني يقطع من هنا ويمشي كده، يقطع من هنا فالطرف عندي بيبقى طرف تو اوفر هانجز كده، عشان كده بيسموها ستيكي، او بيجي يقطع كده بالظبط في النص السيكونس، وبالتالي بيسموه بلانت اند، يعني الطرفين بيبقوا قد بعض. طيب الدي ان ايه اللي انا بقطعه بالريستريكشن انزايم ده، لو انا سبته هيبدا بالكومبلمنتاريتي، الستراند ترجع لو انا سبتهم في درجه حراره مناسبه هيبدا تاني بالكومبلمنتاريتي يشبكوا في بعض، بس لازم يجي ليجيز انزايم. لو انا عايزه الزق بقى استخدمه ان انا بعمل قص ولزق زي ما بيقولوا، هستخدم الليجيز انزايم ان هو يجي يركب بقى الفوسفودايستر كوم. تمام. طيب بستخدم الريستريكشن انزايم دي في ايه؟ الريستريكشن انزايم دي هستخدمها في الجينوتايبنج، ان انا اجي اقطع في التكنيك اللي هو بيسموه الار اف اي بي اللي هو الريستريكشن فراجمنت لينث بوليمورفيزم، سواء انا هقطع في كروموزوم الدي ان ايه يعني الجينوم كله ببدا اقطع فيه، او ان انا لا ان انا هاخد جزء معين مثلا من الجينوم اعمل له امبليفيكيشن بالبي سي ار
وبعد كده ابدا اقطع في الجزء ده. طبعا هنا بما اني هقطع في جزء اصغر، فالباترن اللي طالع لي او الفراجمنت اللي بتطلع لي بتبقى اقدر اعدها واقدر اقيسها كويس، لانها بتبقى صغيره. لو انا مقطعه في الهول جينوم كله طبعا بيبقى البندات لا حصر لها، ومش ولازم اتوخى بقى الحذر في اختيار الانزيم اللي فعلا تقدر تميز لي ما بين معزولات وثانيه، او ما بين سامبلز واخرى. طبعا من اهم استخدامات الريستريكشن انزيم في شغل الكلوننج، لان الكلوننج انا بقطع وبلزق، يعني بقطع جزء من الدي ان ايه وبشبكه في بلازميد وبدخله في بكتيريا، وبالتالي طريقه المقص بتاعي في شغل الموليكولر هيبقى ريستريكشن انزيم، واللزق بتاعي هيبقى عن طريق تجهيز انزيم. التكنيكس برضو المهمه اللي هي البلوتينج او الماكرو موليكيول بلوتينج، اللي انا انقل الدي ان اي او الار ان اي او البروتين على ممبرين عشان بعد كده اعمل ديتكشن تاني للدي ان اي او الار ان اي او البروتين ده. البلوتينج دوت على حسب، لو انا اشتغلت على دي ان اي ونقلت وعملت له دايركت، عملته دايركت على يعني خدت الدي ان اي وحط عملت له دوتنج على طول على ممبرين بيسموه ساعتها الدوتلوت. طيب لو انا خدت الدي ان اي وبعد كده قطعته مثلا بريستريكشن انزيم ومررته في الكتروفوريز، نوع اي نوع من انواع الالكتروفوريز سواء بقى اجاروز او بولي اكريلامايد، وبعد كده نقلت وعملت له ترانسفير على ممبرين هيسموه السذرن بلوت. طب لو انا بقى شغاله على ار ان اي وعملت له برضه الكتروفوريزس وبعد كده رجعت نقلته هيسموه النورثرن بلس، والنورثرن والساذرن دي نسبه الى العلماء اللي هم سموه. طيب بالنسبه للبروتين نفس الفكره، انا همرر البروتين على البولي اكريلامايد جيل وابدا انقل البروتين من على الجيل للنايلون ميمبرين، خلاص بقى عندي النايلون ميمبرين عليه البروتين، ابدا ده بيسموه الويسترن بلوت لان هنا نسبه الى البروتين، وابدا اعمل ديتكشن للبروتين ده بانتي بودي. طبعا ليها استخدامات كتيره وانواع كتير. بالنسبه للساذرن بلوت والنورثرن بلوت هنا هعمل ديتكشن بقى لسبيسيفيك سيكونس داخل الدي ان اي او الار ان اي اللي عملت له ترانسفير ده عن طريق البروب، ان انا بستخدم بروب او مجس من الدي ان اي يعمل لي ديتكشن ليه. طبعا بيبقى ليه ده شكل الدوت بلوت، ان انا بجيب الدي ان اي وابدا اوزعه في البايبيت على نايلون ممبرين، وبعد كده بمشي طبعا في التكنيك، لكن في الاخر انا بتبقى عندي المنظر ده نايلون ممبرين عليه الدوس بتاعت الدي ان اي. طبعا هو الدي ان اي مش هيبان، لكن اللي هيبان بعد ما ابدا اعمل له بروبنج، البروب ده يا اما بيبقى راديو اكتيف، طبعا محدش بيستخدم دلوقتي الراديو اكتيف، بنستخدم حاجه زي الهورس راديش بيكس، يعني بنستخدم حاجه فلوريسنت اقدر ولو فعلا حصل تفاعل ما بين البروب والدي ان اي ومسكوا في بعض، يعني لقى السبيسيفيك سيكونس بتاعه بيبدا يديني علامه. ده شكل السذرن بلوتنج، ان انا في الاول هعمل ريستريكشن دايجيشن وبعد كده همرر على جيل، بقى عندي هنا الجل عليه الدي ان اي متقطع، هبدا انقل على الممبرين. بالنسبه لطريقه النقل انا عندي طريقتين، يا اما بستخدم الكابيلاريتي او الخاصيه الشعريه، ان انا بحط الجل وفي ايه الممبرين وفي ايه مناديل كتير فلتر بيبر كتير وبحطه في بفر معين وبستنى ان يبدا يطلع الدي ان اي عن طريق الخاصيه الشعريه يطلع على الممبرين. طبعا حاليا في الغالب يعني ما دام لو حد عنده متوفر اللي بالكهرباء بقى عن طريق الكهرباء هيبقى احسن، ان انا انقل برضه بس عن طريق جهاز كده وبحط الاثنين فيه وبيبدا ينقل لي برضه من نيجاتيف للبوزيتيف، ينقل الدي ان اي او الار ان اي من على الجل للممبرين. طيب ده النورثرن بلوت، هو نفس الفكره بس هنا اللي بنقله هنا بيبقى ار ان اي، طبعا ده بيبقى ليه بريكوشنز معينه لان شغل الار ان اي سهل قوي، الار ان اي يكسر مني وبالتالي بتبقى كل حاجه هنا بتبقى دي ان ايز ار ان ايز فري وكل حاجه بتبقى تريتد عشان امنع الديجراديشن بتاع الار ان اي. طيب
الويسترن بلوتينج نفس الفكره، بس زي ما قلنا اتفقنا ده بيبقى للبروتين، لازم افصل البروتين الاول وبعد كده ابدا انقل على الايه، على الممبرين، وابدا اعمل ديتكشن للبروتين على الممبرين دوت عن طريق الاميونو ديتكشن، ان انا اعمل ديتكشن عن طريق الانتي بودي. طبعا كل التولز دي اكيد في تولز ثانيه كتير، يمكن انا جمعت الحاجات اللي اشتغلنا عليها او الموست كومون بنشتغل عليها اللي هي في متناول ايدنا. طب كل الموليكيولار تيست دي هوظفها ازاي بقى؟ هو ده الاهم، ان انا لازم اعرف التكنيكس الاول، افهم البرنسبل بتاعتهم، اعرف ايه الفاكتور اللي بتاثر على كل تكنيك، اللي بتاثر عليه وعلى النتيجه بتاعته، عشان اقدر اوظفهم تحت. طب هبدا اوظف ازاي؟ انا عندي ايمز كتير، كل طالب على حسب رسالته وعلى حسب البيبر بتاعه بيبقى عنده ايم. فالايمز هنا طبعا في ايمز لحصر لها، انا برضو جمعت شويه ريليتد لشغلنا. هنقولهم بقى واحد واحد. اول حاجه لو انا الايم بتاعي ان انا بعمل موليكولار دايجنوستكس، لو انا بعمل موليكولار دايجنوستكس انفكشوال ديزيز، طب امتى هستخدم الموليكولار دايجنوستكس؟ هستخدمه امتى؟ لما يكون عندي بشتغل مع حاجه هايلي باثوجينيك، او حاجه لو انا بيطري بقى وبشتغل على حاجه زينوتيك، يبقى في الحاله دي الشغل بالموليكيولر تولز هيبقى اكيد مور سيف عن الشغل بالعزل والتصنيف التقليدي. طيب لو انا هشتغل على حاجه انكلشرابل، لو انا الشغل بتاعي هيحتاج يعني البكتيريا اللي انا بشتغل عليها ما بتتزرعش، او سلو جروور زي التي بي، ولا في عندنا حاجه المايكرو بكتيريوم ايفيوم، ده نوع من البكتيريا ممكن يقعد 7 8 شهور عقبال ما يطلع. فبالتالي طبعا انا ما عنديش الوقت ده كله، انا ببقى محتاجه اخد ديسيجن سريع علشان ادي قرار يا بالعلاج يا بال، لو احنا في بيطري طبعا عندي العلاج، يا اما في حاجه هتتعالج يا اما حاجه بتخلص منها، وبالتالي مش هستنى بقى 3 شهور 4 شهور 5 شهور، لا انا في الحاله دي الموليكولار دايجنوزز بالنسبه لي مهم جدا. طب لو انا بشتغل على حاجه الرابيد دايجنوزز فيها مهم، انا بشتغل على حاجه زي الكوفيد دلوقتي، انا يهمني اشخص بسرعه علشان ابدا اخد اجراءاتي، هو كوفيد ولا مش كوفيد، هعزل ولا مش هعزل. في حاجات تانية طبعا في الحاجات الأوبئة بالذات أنا بهتم بالسرعة عشان أخد قرار، هقفل المزرعة لا هقفل المحافظة عشان أخد القرار. في الحالة دي أنا يهمني قوي إن أنا أشتغل بحاجة موليكولر. لو أنا هشتغل بقى موليكولر دايجنوزز زي ما قلت، لازم أخد أعرف هو أنا هشتغل على أنهي سامبل، ليه؟ عشان لما أعرف السامبل اللي هشتغل عليها هبدأ أشوف إزاي هعمل لها ستورج، هختار الميثودز بتاعت الإكستراكشن المناسبة ليها. طيب لازم برضو يبقى معايا وانا بشتغل جولد ستاندرد، لازم ابقى عارفه هو انا هقيم لو انا بعمل موليكولار دايجنوزز، طب هقيم التكنيك بتاعي اللي انا هشتغله او اللي انا بعمله ده هقيمه بايه؟ يبقى لازم بحطه في حسابي الجولد ستاندرد اللي هقارن بيه عشان اقدر اعمل ايفالويشن لشغلي كويس. طب هل الجولد ستاندرد دوت هيبقى عزل وتصنيف ايا كان انا شغاله مايكرو ولا فيرولوجي، ولا هيبقى حاجة تانية؟ لازم أتأكد هل هيبقى كيت مثلا ستاندر موجودة عندي إمكانية إن أجيبها وأقارن بيها ولا لا، عشان زي ما قلت الجولد ستاندر ده اللي هعمل معاه كومباريزون وإيفالويشن للتكنيك بتاعي اللي أنا أوريدي بعمله في شغلي، الموليكيولار دايجنوستيك تيست اللي أنا بعمله مثلا إيفالويشن. طيب لازم برضه أبقى عارفة هو أنا الدايجنوزيس بتاعي عايزاه يبقى كواليتيتيف ولا كوانتيتيف، يعني عايزه بس اقول بوزيتيف نيجاتيف ديزيز ولا نوت ديزيز، ولا يهمني الكوانتيتيشن، يعني انا بشتغل على حاجه يهمني فيها اشوف التتر بتاع الميكروب، يعني مثلا شغاله على الهيباتيتس سي وعايزه اشوف التتر كمان، يبقى انا في الحاله دي اقدر اقول طب انا هشتغل كونفنشنال بي سي ار ولا لا انا هنا محتاجه لازم اشتغل كوانتيتيف بي سي ار. طب السنسيتيفيتي المطلوبه، هل انا الانفكشن اللي عندي اللي انا بعمل لها دايجنوزز السنسيتيفيتي المطلوبه ايه؟ لو انا عايزه السنسيتيفيتي عاليه يعني اقل نسبه من الفيروس او البكتيريا موجوده اعمل لها ديتكشن، لكن ما يهمنيش الكوانتيتيشن، لكن انا يهمني السنسيتيفيتي برضه هشتغل كوانتيتيف بي سي ار. طيب اللي يهمني برضه وانا هبدا اعمل مولكيولار دايجنوستكس يهمني الكنترولز، يبقى زي ما يهمني
الجولد ستاندر اللي هقارن بيه شغلي لازم يهمني كنترول، لازم يبقى عندي بوزيتيف كنترول. ليه؟ لو انا بعمل كواليتاتيف يبقى لازم عندي بوزيتيف كنترول، شغاله على اكس فيروس يبقى لازم يبقى عندي الفيروس ده عترة معترف بيها مصنفه، المهم تبقى حاجه بالنسبه لي بوزيتيف كنترول. طب لو انا هشتغل كوانتيتيف في الحاله دي لازم يبقى عندي الاكس فيروس ده او الاكس بكتيريا دي بس تكون ليها نون كولوني فورمينج يونت او نون تتر، يبقى انا لازم عشان ده اللي هعمل بيه ستاندر عشان اعمل تايتريشن او اعمل كوانتيتيشن بالريال تايم. طبعا لازم يبقى عندي نيجاتيف كنترول، نيجاتيف تمبلت. طب يعني ايه نيجاتيف تمبلت؟ نيجاتيف تمبلت يعني فيروس بس مش اللي انا بدور عليه، او بكتيريا بس اللي مش بدور عليها، ده النيجاتيف كنترول. طب ايه هو النون تمبلت كنترول؟ اللي هو الميه، ان انا هحط في الرياكشن بتاعي كل حاجه ما عدا السامبل، هحط ميه مكانها. طيب الانترنال كنترول ده نوع من انواع الكنترول بنحطه دايما بيبقى موجود في الكيت، اللي هو بيديني كنترول على كل حاجه في شغلي من اول الاكستراكشن لغايه البي سي ار او الريال تايم. طب هو عباره عن ايه؟ يعني هديكم مثال عليه. لو انا مثلا شغاله على الهيباتيتس فيروس وبعمل ديتكشن، لازم هتلاقي الكيت فيها انترنال كنترول، يعني دايجنوستيك برايمر و يعني محطوط كل حاجه بس بتعمل ديتكشن مثلا لجين معين في الهيومن، عشان انت السامبل بتاعتك هنا في الهيباتيتس واخدها من هيومن، وبالتالي بيبقى مع البي سي ار اللي بيعمل ديتكشن للفيروس لا في كمان برايمر تارجتد للدي ان ايه بتاع الهيومن. ليه بقى؟ عشان لو هو ده ما اداش بوزيتيف ده معناه ان انت ما عملتش من الاساس اكستراكشن صح، او السامبل بتاعتك فيها حاجه غلط، في فيلير حصل بدليل ان ده ما اداش. فدي من الحاجات اللي بتزود برضو الفاليديتي بتاع التست بتاعك، ان انت تستخدم كل الكنترولز دي عشان تقدر تقيم الشغل بتاعك. طيب بالنسبه احنا خلصنا الموليكولار دايجنوزس، في حاجه بقى اسمها الموليكولار ايدنتيفيكيشن. لا انا ما يهمنيش الدايجنوزس ده، انا شغال على عزل بطرق تقليديه وعندي معزولات سواء بكتيريه او فيروسيه، وعايز او مثلا حاجات برضو حاجات بارازيتك، عايز ابدا اعمل لها كونفرميشن. فالحاله دي انا هعمل هاخد المعزولات وهي دي اللي اشتغل عليها، مش هشتغل على السامبل في زي في الموليكولار دايجنوستكس. طب في الحاله دي انا هستخدم ايه؟ انا هعمل كونفرميشن ببي سي ار باي نوع من الانواع بتاعته، هعمل كونفرميشن ببي سي ار يلي ار تقطيع بريستريكشن انزيم بيسموه بي سي ار ار اف ال بي، او هعمل بي سي ار واخد البرودكت يتعمل لها سيكونس. طب انا امتى بستخدم الكونفرميشن ده او الموليكولار ايدنتيفيكيشن ده؟ لو انا بشتغل بطريقه كونفنشنال وبحاول احسن فيها او عايز اعمل لها فاليديشن، فببدا استخدم الميثودز التقليديه او الطريقه التقليديه وبقارنها تصنيفها، بقارنه بتصنيفي بالموليكيولر عشان ابدا اعمل لها فاليديشن او اعمل لها ايفالويشن. في نوع تاني من الناس لا هي يهمها شغل الابيديميولوجي، هو يهمه ان هو يعمل تتبع للمعزولات بتاعه ميكروب معين، من سواء من different sources جايبها من مصادر مختلفة، أو من hosts مختلفة، جايب حاجات من الإنسان وحاجات من الحيوان، جايب من المزرعة من الأبقار، وجايب من الworkers اللي شغالين العمال اللي شغالين، أو جايب من أكتر من محافظة من أكتر من locality، وعايز يبدأ يقارن المعزولات دي ببعضها، عايز يتتبع مرض معين مثلا أو سلالة معينة. طب ظهرت فين الأول؟ طب اللي طلعها هنا في الجيزة شبه اللي مطلعها من المنوفية، شبه اللي مطلعها من طنطا، وهكذا. ده بيسموه شغل الموليكولار ايبيديميولوجي. فهو عنده المعزولات وبيبدا بقى يعمل عليها شغل الجينوتايبنج عن طريق يا اما هيعمل سيكونسنج، قلنا زي ما قلنا السيكونسنج يا اما على الهول لو انا عندي فاند واقدر ابعت اعمل هول جينوم سيكونسنج، او عن طريق ان انا هعمل اخد لوكس معينه مثلا لو بكتيريا اخد منها ال 16 اس مثلا ريبوزومال ار ان اي جين او اي جين معين فيها، كل بكتيريا بقى على حسب نوعها، ويبدا يعمله سيكونسنج. طب لا انا مش هقدر اعمل سيكونسنج، ممكن استخدم الدي سي ار ار اف ال بي، او استخدم تكنيك من تكنيك اللي هم زي الراب لو حاجه جديده لسه وانا عايز اجرب. طيب انا هعمل ايه بالكلام ده؟ الكلام ده هبدا يديني الديجري اوف سيميلاريتي بتوين الايزوليتس.
من different origin وابدا اعمل بيه الفيلوجينيتك تري عشان اشوف درجه القرابه ما بين المعزولات ما بين السورسز او الهوستس او اللوكاليتيز المختلفه. تمام. طيب ممكن اشتغل ايه تاني؟ لو انا هشتغل على الفيريولانس ديترمينانت، على مسببات الضراوه او عوامل الضراوه في البكتيريا او في الفيروس او في الحاجات البارازيتك، هنا بقى بيبقى عندي برضو معزولات وببدا اشتغل عليها بالفينوتيبك ديتكشن الفيريولانس كاركترستيك، ايا كان بقى التكنيكس اللي هستخدمها، هشوف انتيبيوتيك ريزيستنس، هشوف انتاجيتها للتوكسين، او هشوف السلايم والبايوفيرم فورمينج ابيليتي بتاعتها، وفي نفس الوقت هبدا اعمل ديتكشن للفيريولانس ريليتد جينز. كل فيريولانس من دي بيبقى ليها الديترمينانت او الجينز اللي مرتبط بيها، ابدا اعمل ديتكشن للجينز ديت بالبي سي ار، واعمل ديتكشن للفيريولنس نفسه بالاختبارات بتاعه الضراوه بتاعه الميكروب دوت اللي انا بشتغل عليه، وابدا اقارن واعمل كورليشن ما بين الجينز وما بين مسببات الضراوه او عوامل الضراوه اللي هي المظهريه، وابدا اقارن ده برضه نوع من الشغل. طيب لا شغل تاني بقى ملوش علاقه بال، ممكن يبقى ليه علاقه برضو بالبكتيريا، ان انا بعمل فولو اب للتريتمنت اوف سبيسيفيك انفكشوال ديزيز. لو انا عندي بعمل فولو اب للتريتمنت، بقيم علاج جديد او دراج جديد، فانا عايزه اشوف ببدا اخد عينات اثناء العلاج وابدا اشوف التتر بتاع الفيروس ولا البكتيريا بيستجيب ولا ما بيستجيبش للعلاج. هنا طبعا هستخدم الكوانتيتيف بي سي ار اللي هو ريال تايم بي سي ار، على اساس ابدا اشوف هل فعلا مع العلاج التتر بتاع الفيروس او البكتيريا ده بيقل ولا لا، في استجابه ولا لا، ولا لا ده بيزيد او مش مؤثر. في الحاله دي طبعا لازم استخدم، هعمل ستاندر كيرف في الريال تايم بتاعي ويبقى معايا بوست كنترول ليه نون تتر، ده مهم جدا يبقى متوفر في الحاله دي معايا. والاحسن طبعا ان انا استخدم التاكمان كيمستري في الريال تايم بي سي ار. لو انا لا انا بقى حد بتاع مثلا يعني بعرض بستخدم مواد او المواد دي حاسس ان ممكن يكون ليها تاثير على الدي ان ايه او ليها الجينوتكسيك افكت، وعايز اختبر المواد دي، في الحاله دي انا عايز اشوف الفاكتور بتاعي ده والاكس فاكتور بتاعي ده وتاثيره على الدي ان ايه او بيسموه الجينوتكسيك افكت. فانا ببدا اشوف الخلايا، بعمل بقى اكسبيرمنت وابدا اشوف الاكس فاكتور بتاعي ده هعرض ليه مثلا الخلايا، سواء كانت تيشو كلتشر او اعمل تجربه على لاب انيمالز اعرضهم للفاكتور ده، سواء الفاكتور ده بيتاكل او بيتحقن او بيتعرضوا له، وات ايفر بقى كل واحد على حسب شغله، وابدا اعمل كومباريزون بالمقارنه طبعا بنيجاتيف كنترول، يا اما حيوانات ما تعرضتش للفاكتور ده او سيل لاين ما تعرضش ليه، وابدا اعمل يا اما حاجه بسيطه خالص زي الاجاروز جيل الكتروفوريزيس، ان انا اشوف على الهول دي ان ايه هل حصل تاثير ولا لا، وده عمره ما هيظهر غير لو الفاكتور بتاعي ده حاجه بتعمل يعني بتعمل تاثير جبار على الدي ان ايه. طبعا الافضل منه اللي هو الكوميت اسي زي ما قلنا في الاول اللي هو السنجل سيل جيل الكتروفوريزيس، قلنا ده بيقيس الدامج او اللي ممكن يحصل على مستوى سنجل سيل، اقدر اقيم بيه هل الدي ان ايه اللي اخدته بقى من اللاب انيمال ده ولا من السيل لاين ده على مستوى الخلايا فعلا اتاثر ولا لا، هل عمل دامج، ولو عمل دامج نسبه الدامج قد ايه، عن طريق ان لكل عينه لازم اعد على الاقل 100 خليه، واعمل اقيم بقى يعني اشوف مستوى الدمج او عدد الخلايا اللي فيها دامج، ليه طبعا طريقه ايفالويشن احصائيه مخصوص، لكن في الاخر هو ده يعني هو ده التيست اللي انا اقدر اقيس بيه الجينوتكسيك افكت لاي ماده او لاي فاكتور بقى انا في شغلي على حسب تخصصي ممكن ياثر على الخلايا. والحاجات التانية بقى ان انا اشوف برضو تأثير المادة دي سواء كانت دراج اشعة whatever، يعني ان انا اشوف تأثيره على الاكسبريشن بتاع الجين على جين معين، هل الفاكتور ده بيأثر على الجينات بالسلب ولا بالايجاب، يعني هل بيزود الاكسبريشن ولا بينقص الاكسبريشن. يمكن ده شغل ناس كتير دلوقتي كل شغلها بيسألوا على الجين اكسبريشن، طب انا عايز اعمل اقيس الاكسبريشن بتاع الجينات الفلانية،
حياة الشغل ده مكلف جدا، وعشان كده لازم يبدأوا، او اللي هيشتغل شغل جين اكسبريشن يبدأوا هو فاهم، وفاهم هو بيعمل ايه. لازم يبقى فاهم برضو ازاي يعمل ديزاين للاكسبيرمنت بتاعته، علشان ما يجيش بعد الاكسبيرمنت ويكتشف ان هو نسي حاجة او عمل حاجة غلط ويضطر يعيد او ما بقاش عارف. فيمكن انا هنا هطول شوية، بس هقول شوية الحاجات علشان الناس اللي عايزة تشتغل او عايزة تقيس اكسبريشن بتاع جينز لازم ياخد بالهم من الحاجات دي. اول حاجة، هو هيشتغل على كام جين؟ الجينز اللي عايز يشتغل عليها هتبقى عايز يقيسها في انهي تيشو. اهم حاجة برضو اختيار، انا دايما لما بقيس الجين بقيسه بعمل له نورماليزيشن بحاجة اسمها هاوس كيبنج جين. طبعا اللي اكيد يعني اللي هدفهم ده اكيد فاهمين يعني ايه هاوس كيبنج جين. هو جين ده موجود في كل الخلايا وبيبقى اكسبريسد نورمالي وبمقدار تقريبا ثابت في كل الخلايا، وبالتالي يعني ما بيتأثرش. لازم يبقى جين ما يتأثرش بالحاجة اللي انا عايزة ايه اقيسها. فعادة بيختاروا مثلا البيتا اكتين او الجاب دي اتش. فيبقى انا لازم من الاساس عارف ان انا مين فيرستلي هقيس الهاوس كيبنج جين، عشان هو ده النورماليزنج، او هو ده اللي هعمل عليه نورماليزيشن. في نفس الوقت لازم يبقى عندي كاليبريتور. الكاليبريتور اللي هو هيبقى الكنترول سامبل، اللي هي ما تعرضتش للفاكتور بتاعي اللي انا بشوف تاثيره اللي هو الاكس فاكتور. ممكن تبقى كنترول سامبل او تبقى زيرو تايم، عينات خدتها في الاول قبل ما اعرض الانيمال ولا السيل كلتشر بتاعي للفاكتور ده، لان هي دي اللي هتبقى البيز برضو في الحسابات بتاعتي. حاجة مهمة ويمكن بتضايق ناس كتير، وهي الريبليكيت. احنا هنا لو عاملين تجربة على لاب انيمال، صعب قوي ان يجي حد عامل التجربة بتاعته على فار واحد. طب ما انا الفار ده ما هوش ريبريزنتيف، انا لازم احصائيا مينيمم اشتغل 3، والافضل هشتغل ب5، عشان لو واحدة ولا اتنين طلعت نتيجتهم اوت او اود، وانا لازم هشيلها اعمل لها اوت لاين. يبقى بالتالي لازم ابقى عارفه برضو ان انا يبقى عندي في كل جروب فيه مينيمم 3 ريبليكت. من الحاجات برضو المهم اللي انا هعرفها الكوانتيتيشن ميثود، هو انا هستخدم انهي ميثود في الريال تايم. في اكتر من طريقه للكوانتيتيشن. طبعا معظمنا بيشتغل في الهاوس كيبنج جين بحاجه اسمها الريلاتيف كوانتيتيشن، اللي هي الدلتا دلتا سي تي. فلازم يبقى فاهم من الاول. فيمكن دي الفاكتورز المهمة لأي حد ناوي يبدأ تجربة جين اكسبريشن أو بدأ، لازم ياخد باله من الحاجات دي. الهاوس كيبنج الجين اللي هو الهاوس كيبنج جين، عدد الجينات، الكاليبريتور اللي هيبدأ يشتغل عليها أو بيسموها اللي بيصفر عليها، وعدد الريبليكت عفوا، والميثودز اللي هيختارها. طبعا مهم برضو انه لما يروح لحد هيشتغل، اللي هو مش هو اللي بيشتغل بايده، لازم يعرف ايه الفاكتورز اللي بتاثر في الريال تايم اللي ممكن تاثر وتغير نتيجه وتبقى النتيجه invalid، يعني ما يعتدش بيها. لازم يعرف برضو ان الرن اللي بيتعمل فيه الهاوس كيبنج جين هو نفس الرن اللي هعمل فيه الجين اوف انترست بتاعتي اللي انا مختارهم، والعينات كلها تتعمل في رن واحد. ما ينفعش اعمل هاوس كيبنج في رن والجين الاولاني اللي انا بشوفه فران والجين الثاني فران. لازم اوحد كل الفاكتور واوحد الرن بتاعتي على كل العينات دي. تقريبا اهم الحاجات باختصار، طبعا الكلام ده محتاج وقت اطول كتير. طيب من الايمز بتاعتنا اللي احنا ممكن تكون ده هو ده الهدف في شغل بعض التخصصات، اللي هو ديتكشن للفاريشن في السيكونس بتاع دي ان ايه. نعم، فلازم عشان اشوف فاريشن على مستوى الدي ان ايه، حاجه من الاثنين، يا اما هعمل هول جينوم سيكوينسينج، وطبعا دوت او على مستوى الهول جينوم يبقى عن طريق السيكوينسينج، وده طبعا اكثر تكلفه، هو اسهل حاجه، لكن احنا بالنسبه لنا في مصر ده شيء مكلف جدا، وبالتالي بستعيد عنه ان انا ممكن اشتغل رابد او ار اف اي دي بي. طيب لو انا هشتغل على جزء معين، وده الاسهل، ان انا اختار جزء جين معين، بس انا عايزه اشوف الفاريشن اللي فيه او البوليمورفيزم اللي فيه، هبدا اخد الجين دوت، هصمم له برايمر، اعمل بي سي ار، اخد البي سي ار برودكت اللي بتطلع لي،
يا اما لو العدد قليل خلاص هبعت اعمل لها سيكونسنج، ويبقى ده احسن طريقه اشوف بيها الفاريشن في السيكونس او المقارنه ما بين السيكونس. طب لو العدد كبير وانا عايزه اشوف هو في فاريشن ولا لا، ممكن ابدا اجرب بالريستريكشن انزيمز، هل في فروق ولا لا، او ان انا استخدم تكنيك زي السنجل ستراند كونفورميشنال بي سي ار. طب يمكن التكنيك ده قليلين اللي يعرفوا عنه، ده الرابد بي سي ار اللي احنا قلنا هنستخدمه في اللي هو لو انا بشتغل على الهول جينوم. الرابد بي سي ار ده بيسموه راندوم امبليفايد بوليمورفيك دي ان ايه. فكرته باختصار ان انا هستخدم بي سي ار، هستخدم راندوم برايمر، يعني برايمر عشوائي عباره عن 10 نيوكليوتيدات، هو واحد بس، هو هحط سيكونس واحد، يعني هحط برايمر واحد فقط. درجه الحراره هنا بتاعه الانيلينج تبقى قليله ما بين 40 ل 42، وبيبدا على حسب التشانس اللي موجوده او السيكونس اللي موجود عندي، على حسب البوزيشن اللي هيعمل فيها، يعني اللي هيعمل فيها انيلينج، يبدا يتكون. امتى هيكون برودكت؟ لما يكون الدايركشن بتاعت البرايمر مظبوطه، اورينتد صح كده، واحد فورورد وواحد ريفرس، والمسافه ما بينهم معقوله ان يحصل لها امبليفيكيشن. وبالتالي لو انا بقارن مثلا معزوله واحد ومعزوله اثنين بنفس البرايمر اللي حطيته هنا، هو اللي حطاه هنا، هبص الاقي ان هنا في مكانين بالصدفه طبعا بقى فيهم السيكونس البرايمر حمل الانيلينج وكون برودكت ايه، وهنا في البوزيشن رقم 3 والبوزيشن رقم 6 كون لي برودكت. يعني الرن دي او الرياكشن ده لما عملت جيل هيطلع لي تو بان، في حين الايزوليت الثاني ما حصلش. يعني كل اللي هنا مثلا هو مكان ومكان، لكن هنا الاورينتيشن مش صح. هنا المكان الوحيد اللي حصل الاورينتيشن صح، والمسافه ما بينهم معقوله ان يحصل فيها امبليفيكيشن، وبالتالي هنا لو هعمل جيل هيطلع لي باندا واحده. وبالتالي ده معناها ايه؟ ان الايزولات دي لو بتاعت نوع واحد من البكتيريا بس او بتاع جين واحد، يبقى ده معناها ان في هنا فاريشن في السيكونس، هنا في سيكونس فاريشن. طيب انا بقارن، لما باجي اقارن نتائج الراب بقارن بعدد يعني مثلا هنا ام واس، ده سامبل ودي سامبل، وهنا باستخدام البرايمر للسيكونس بتاعه ده، هبص الاقي فيه ايه؟ بقارن عدد البندات ومقاسات كل بند، هلاقي مثلا البنده دي مختلفه هنا عن هنا، هاجي هنا برضه هلاقي البنده دي مختلفه في الانديفيديوال ده عن ده، لكن الباقيين زي بعض. هلاقي هنا برضو الام الاس فيها البنده دي مش موجوده في الام، وهكذا. البندات اللي سبيسيفيك دي هي معناها ان في هنا سيكونس فاريشن. طب ده في الرابد وده بيتعمل على الهول جينوم. طيب الار اس اللي بي اللي هو احنا زي ما قلنا بنقطع بريستريكشن انزيم، سواء هقطع على الهول جينوم وابدا اشوف الباترن بيطلع لي بالمنظر ده كتير، ابدا اعدهم واشوف مقاساتهم لما يطلعوا زي بعض بالظبط، يبقى ده معناها ان ايه؟ شبه بي، شبه بي. لو في اختلافات في عدد البندات او البوزيشن والمقاسات بتاعتها، يبقى معناها ان في اختلاف. طيب الاس اس بي، ويمكن ده اللي كومن اللي ما حدش يعرفه قوي، ده انا هعمل دي سي ار وهاخد البي سي ار برودكت، بعمل لها ديناتوريشن. ديناتوريشن يعني هعرضها الحراره، وانا حطاها في بفر في حاجه زي الفورمامايد تعمل ديناتوريشن، وبعد كده بمررها على بولي اكريلامايد جيل. الفكره بتاعته ايه؟ لو انا عندي هنا مثلا ادي دبل ستراند دي ان ايه بتاع الوايلد اليف، وهنا مثلا بتاع الميوتنت اليف، هلاقي ان هنا مثلا في سناب، هنا الجي قصادها سي، والمس البوزيشن ده هنا الاي والتي، يعني في اختلاف في سناب واحد. قال لك لما بتعمل ديناتوريشن، احنا خدنا البي سي ار برودكت الاثنين هيطلعوا بنفس المقاس، لكن لما اجي اعمل ديناتوريشن كل ستراند منهم هيبقى فيه نيوكليوتايد شكل، هنا هنا موجوده الاي، هنا موجوده تي، هنا موجوده الجي، هنا موجوده سي، ده على فرض ان انا عندي الاختلاف في بوزيشن واحد بس. لما باجي اعمل الكتروفوريزس في دينيتشرنج بولي اكريلامايد جيل، وبعمل هنا البرودكت اساسا معمولها ديناتوريشن، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فولدنج، السنجل ستراند الدي ان اي بيحصل له فولدنج، بيديني الثيرد 3 دايمنشنال، يبقى الشكل بتاعه فولدد، وبالتالي المايجريشن على البولي اكريلامايد هنا بيختلف على حسب السيكونس وعلى حسب الفولدنج، تمام؟ وبالتالي لو انا عامل بي سي ار، البي سي ار البندات كلها شبه بعض. طب لما اجي هعمل بقى امرر، اعمل لهم، هاخد البندات واعمل لهم ديناتوريشن
وابدا امررهم من خلال البولي اكريلامايد، هم في الدي سي ار شبه بعض بالظبط ونفس المقاس. على مستوى الاس اس سي بي، على مستوى الجل بقى، هلاقي لا ممكن يبقى فاصل بندتين، وممكن يبقى 4 بندات، وممكن يبقى 5، على حسب كل ستراند من دولت السيكونس الفاريشن اللي موجوده خلت الفولدنج بتاعه كسنجل ستراند يبقى شكله ايه. وبالتالي انا هنا معناها ان انا عندي ادي شكل دي ودي ودي، ادي شكل وديت وديت ليهم نفس الشكل، وهكذا هبدا اقسمهم. طب انا عايز اعرف بالظبط بقى التغيير جاي من ايه، انا هاخد البرودكت بتاعتي دي وابعتها تتعمل لها سيكونسنج، وطبعا من كل باترن لازم اخد على الاقل 3 أو 4 ريبليكيت، وابدا اعرف هو بالظبط التغيير في السيكونس شكله ايه. احنا تقريبا كده خدنا فكره عن التكنيكس والبرنسبل بتاعتها، وازاي اوظفها، او كل تكنيك هستخدمه في انهي ايم. ويمكن هو ده الهدف من المحاضره، ان انا افهم كويس قوي عشان اعرف اوظفهم. يعني واعتقد هو ده يعني هدفي انا من المحاضره، ان يعني الناس اللي لسه ما عندهاش، اللي لسه في بدايه الطريق وبدايه الشغل، بس يبقى فاهم كل اختبار من دولة البرنسبل بتاعته وبيستخدم في ايه. زي انت هتشتغل بي سي ار، لازم تفهم بقى البي سي ار كويس. لو انت شغلك هيعتمد على البي سي ار او الكيو بي سي ار، لا لازم نفهم كويس، نعرف الفاكتورز اللي هتاثر على التكنيك وعلى نتيجه التكنيك، عشان لما يطلع لي نتيجه ابقى انا عارفه النتيجه دي واثق فيها، ولا في حاجه ممكن عم اثرت لي على النتيجه، وهكذا في باقي التكنيك. تقريبا كده انا خلصت كل اللي انا عايزاه. وإذا كان حد عنده سؤال بقى ممكن نفتح المناقشة. شكرا لحضرتك يا دكتور سماح، ما شاء الله حضرتك يعني قلت يعتبر، يعني مش هنقول باختصار، حضرتك قلتي تفاصيل ما لا شاء هو الله كده مهمة باختصار لاختبار جدا، هو كل تكنيك من دول عايز له يعني على الاقل 3 محاضرات، وخصوصا الريال تايم الدي سي ار. لكن انا قلت البرنسبل وممكن اعمل بيه ايه او اوظفه ازاي، بس زي ما بقول لحضرتك، هو اللي هيختار تكنيك لازم يقرا عنه كويس، يحضر عليه دورات، يعمله بايديه، يقرا عنه كويس جدا، يشوف عليه فيديوهات على الانترنت، على اساس لو هو مش بيشتغل بنفسه في المعمل ورايح لمكان محدش يضحك عليه، يبقى هو عارف هو عايز يعمل ايه، ويقيم النتائج اللي طلع اللي ادوها له، ويبقى قاعد شايف شغله، يبقى فاهم بالظبط الكلام ده بقى، سواء طالب، سواء حد من زمايلنا الاساتذه والاساتذه المساعدين اللي بيشتغل، او عندهم طلبه، يبقى عارف الطالب ده بجد اشتغل ولا ما اشتغلش. لان يعني ده مهم جدا، يبقى على الاقل واقف، يعني حتى لو ما اشتغلش بايده يوم مناقشته او هو بيناقش بحثه، يبقى فاهم ايه اللي بيحصل، او فكره الشغل بتاعه كانت ازاي. صحيح، لازم يعرف ويقرا ويشوف فيديوهات. ليه؟ عشان اولا معظم الاختبارات دي غاليه واسعار مرتفعه، وفي ناس احيانا بتضطر تبعت العينات بتاعتها بره مصر تعمل يعني التحليلات بتاعتها وكده. ف يعني ان شاء الله يا دكتور حضرتك اكيد الناس استفادت من المحاضره دي، واحنا ممكن إن شاء الله يعني منصه علماء المستقبل بيجيلنا طلبات كتير ان احنا نعمل دورات في البي سي ار والحاجات الخاصه بالجينات، وخصوصا لو فيها جزء عملي او حاجه يعني يكون فيها تفصيله اكتر. يعني المحاضرات موجوده على اليوتيوب وشرح طبعا، بس يعني غير مفصل. فحضرتك توعدينا كده انك تديلنا يعني دورة او اتنين في الشغل الريال تايم بي سي ار والانواع بتاعته، ازاي ان احنا نعمل جين اكسبريشن والحاجات اللي هي بتأثر عليه. يعني ممكن حضرتك تدينا إن شاء كده الله. اختصار بسيط لايه هي يعني اهم الدورات اللي ممكن الواحد يعني يشوفها بالتفصيل، بحيث ما يضيعش بين المعامل، او الناس ما تشتتوش يمين وشمال، لا اعمل الاختبار ده، لا اعمل كده. ممكن حضرتك تقولي لنا كده يعني والله في بص، عجالة؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو ممكن يبقى في دوره على البيزك تكنيكس اللي هي واخده من اول الاكستراكشن بتاع نيوكليك اسيد، الالكتروفوريزيس بانواعه، الدي سي ار اللي هو الكونفنشنال، ومثلا الار اف ال بي، دي دوره ممكن، دي واخده كل الحاجات البيزك.
بعدها لو حد ألم بالحاجات دي ممكن يبدأ ياخد دورة على الريال تايم واستخدامه، سواء في الجين اكسبريشن، سواء في الديتكشن للانفكشوال ديزيز. هيبقى كده برضو لم يعني الريال تايم ممكن يتعمل لوحده في دورة، لأن هو فيه شغل كتير مختلف وليه ابلكيشنز مختلفة، والبيزك تكنيكس دي ليها طبعا، دي الاساس يعني، هي دي اللي بنبني عليها يعني. يعني محدش هيروح ياخد ريال تايم من غير ما يكون فاهم بي سي ار. لازم الاول افهم البي سي ار كويس، وبعد ما افهمه وافهم انواعه وازاي اختار البرايمرات واعمل لها ايفالويشن والكلام ده كله، او اصممها لو انا عايز اصمم برايمر ليا مخصوص، ابدا بعد ما اخلص ده لا اخد دورة ريال تايم، عشان انا ببني الريال تايم على الفهم للبي سي ار نفسه العادي. فاعتقد يمكن هم دول في شغل الملكلر بيولوجي نفسه، هم دول اللي مهمين يعني، دوره البيزك تكنيكس ودوره الريال تايم. ممكن يبقى في دوره كمان للي هم هيشتغلوا جينو تايمنج، دي بقى ممكن يتقال فيها بالتفصيل شغل الريستريكشن انزيم اللي براعيه لما باجي اعمل دايجيشن ريستريكشن انزيم، الاس اس سي بي من التكنيكس المهمه والبسيطه. عيبه الوحيد بس يمكن ان هو بياخد وقت، فبنضطر نقعد فتره طويله في المعمل من الصبح مثلا للساعه 7 ولا حاجه. لكن التكنيكس برضو اللي كويسه، لو انا بشتغل على عدد كبير من العينات مش هقدر اعملها كلها سيكونسنج، فبيبقى البديل هو وبعد كده السيكونسنج، يعني اعمله وبعد كده انقي بقى منهم زي ما قلت شويه عينات هوديها للسيكونسنج. الراب لو انا حاجه ببداها على حاجه جديده، طبعا يعني دلوقتي الى حد ما شغل الراب ده قليل، لكن اعتقد يمكن هم دول الثلاث دورات اللي ممكن لو حد جمعهم اعتقد هيبقى بتاع شغل الموليكولار بيولوجي. هي الموليكولار بيولوجي مش صعب، هو عايز بس الواحد يبدا، يعني ان هو يبدا يقرا ويتعلم ويخش المعمل ويشتغل، وبيعايز شغل تيمز لان هو شغل شويه مكلف. لكن هي الفكره لما بنبقى تيم على البحث، او 3 4 زملاء في ماجستير ودكتوراه، وبنشتري الباكج الحاجه تتقسم علينا فبنشير ثمنها، اكيد طبعا ده هيفرق كتير يعني. تمام يا دكتورة، فعلا يعني ربنا يبارك في حضرتك. الأخوة اللي بيسألوا على التسجيل، إن شاء الله تسجيل المحاضرة هنرفعه على قناة اليوتيوب بتاعة المنصة، وهنزل اللينك على جميع الجروبات بتاعتنا سواء فيس أو واتساب أو تليجرام. وبرضه هنستأذن دكتورة سماح لو حابة تهدين البي دي اف الخاص بيها بمحاضرة النهاردة، إن شاء الله هنرفعه برضه على التليجرام والواتساب. نسمح لبعض الزملاء ان هم يعملوا مداخلات، اللي حابب يعمل مداخله مع الدكتور او اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند وانا افتح له المايك، عشان بس ننظم عمليه الاسئله مش اكتر، بس ما يكونش فيه تداخل في الاسئله. حد حابب يسال او يستفسر؟ هل في كتب يا دكتور سماح يقدروا ان هم يقروها مثلا سبيسيفيك قوي للموضوع، ان هم يعني تبقى دعم ليهم وخصوصا المستجدين في المجال وحابين ان هم والله بص حضرتك، يعني هو في كتاب يبداوا اسمه كده عشان اتفضلي. هو في كتاب اسمه بيزك تكنيك اوف مولكيولار بيولوجي، ده من الكتب الحلوه قوي في في حته ان كل واحد يفهم التكنيك. يعني انا من الكتب اللي انا قريتها على الاقل كل الشابترز اللي ليها علاقه بالتكنيكس اللي انا اشتغلتها، سواء على البي سي ار على جزء الاكستراكشن، يعني بيديك البيز بتاع الاكستراكشن. ولو دخلنا شويه في الاكستراكشن، طيب لو انا بستخدم الاورجانيك ميثود، لو انا استخدمت الفينول بيعمل ايه، كلوروفورم بيعمل، يعني مش مجرد بيقول لك حط ده على ده واللي هيطلع في الاخر هيبقى دي ان ايه، لا هو بيقول لك وظيفه كل حاجه ايه، وده اللي يهمني او انا حاسه ان هو بيفيد جدا اللي بيشتغل، انه يبقى عارف كل حاجه حطها هو فايدتها ايه او دورها ايه، وبالتالي بيقدر يتصرف لو حاجه مش موجوده، طب هيبقى البديل ايه، طب لو حاجه زادت بتاثر ازاي، لو حاجه قلت هتاثر ازاي. ده من الكتب المهمه، وانا عندي، انا ممكن ابعته لحضرتك تبقي تشاريه لهم، اللي هو بيزك تكنيكس اوف مولكيولار بيولوجي، ده من الكتب اللي انا شخصيا بحبها.
يا ريت والله يا دكتورة حضرتك تبعتيهولي وانا هرفقه تمام طبعا تمام احنا لسه هننزل منشور خاص يعني احنا بنحب بس العملية تبقى مفصلة، هننزل منشور خاص بالتسجيل اول ما نرفعه قناة يوتيوب، هننزله اليوتيوب، ولو حضرتك اديتينا بي دي اف برضه هنرفعه تمام للحضور الكرام يعني. اوكي الكتاب هنحطه يعني ليهم برضو، يعني هو بي دي اف الكتاب اللي عند حضرتك ايوه بي دي اف ولا ايه؟ نسخه بي دي اف ايوه طيب ممكن حاطه خلاص مفيش مشكلة، على يبقى اي هو جروب من الجروبات بتاعه، على التليجرام، على اي جروب من الجروبات بتاع ما هو الوصل تليجرام بيقبل الملفات اللي هي بي دي اف عادي، دي سهلة ان شاء الله. خلاص مفيش مشكلة مفيش مشكلة، واحنا بإذن الله يعني قريب هنشوف أكتر ناس حابين ايه هو المواضيع اللي نعمل فيها دورة تدريبية، وهناخد يعني رأيهم بعين الاعتبار وهنبلغ حضرتك يا دكتور ان شاء الله. طبعا حضرتك ما تتأخريش على حد يعني في سؤال او حاجة. لا ما فيش مشكلة، على فكرة أنا حاطة أرقامي التليفون بتاعتي والموبايل أو الواتس، لو ما ردتش على التليفون لأي سبب الواتس على طول أنا برد عليه أو على الإيميل. أصل دي زكاة علم، إحنا ما حلتناش غير إحنا الكلمتين اللي إحنا بنشتغل فيهم أو الخبرة اللي شوية خدناها من الشغل. أنا بشتغل طبعا من أيام الماجستير في وحدة البايوتكنولوجي، وبالتالي يعني اشتغلنا كتير، ورد عندنا شغل وحدة خاصة كتير، وبالتالي شفت طلبة كتير، والحمد لله اشرفت برضو على رسائل كتير، فشوية بقيت عارفة يعني المشاكل اللي موجودة او اللي بتقابل الناس ايه. فيمكن ده اللي كان الهدف من المحاضرة، ان انا الحيرة اللي بتبقى عند بعض الطلبة او اللي لسه مبتدئين او حتى ساعات الكبار في اختيار الاختبار، احيانا بيبقى المشرف يقول له انا عايزك تعمل كذا، طب كذا ده هو مش مستاهل يكلف يعني اللي يكلف تكاليفه، لو عملنا بديل ده هيبقى افضل واحسن واسهل وارخص مثلا. فهي الفكره ازاي نوظف التكنيك، ما جريش ورا الموضه، يعني ما جريش لا روح اعمل ريال تايم، انا في الحاله دي مش محتاجه اعمل ريال تايم، او في الهدف بتاعه ده ما يلزمنيش الريال تايم، لكن يلزمني حاجه تانية في شغل تاني لا ما ينفعش فيه غير الريال تايم. وده اللي انا اقصده، يعني ازاي ان احنا نبقى بس يعني فاهمين شويه، فنوظف التكنيك ونوظف فلوسنا اللي قد كده على قد الشغل، لان احنا كلنا صحيح صحيح قفا في الفند اللي معانا قليل، وبالتالي انا عايزه اوظف الفند ده في احسن شكل ممكن. يعني والله احنا كل يعني الشغل البحث الواحد يعني غالبا من جبنا يعني من جبنا الخالص، ما فيش فند ولا من للأسف الشغل ولا للأسف، خصوصا من اللي نادر يعني. من أماكن بحثية. احنا يعني من الابره للصاروخ يعتبر الواحد بيجيبها على حسابه يعني، فالحمد لله يعني ان الواحد بيلاقي حد يستشيره، حد من المدربين نقدر ان احنا نرجع له في يعني لما الواحد يقف عنده حاجه يعني. المنصه برضو ما بتبخلش على اي حد في سؤال، والله اي حد في اي وقت بيطلب سؤال او استفسار، او حتى عايزين مثلا شغل معين مش عارفين يوصلوه بنسال. انا نفسي بيجي لي تساؤلات كتير بسال يعني اللي اقدر عليه او معارفي، لو لقيت لازم ارد، ما وصلتش لحاجه بعتذر بقى، لان هو انا يعني عند حد علمي كده خلاص، فما أوه. يعني قد ما بقدر ما بقصرش والله مع حد. والناس برضو اللي معانا المدربين برضو ربنا يبارك فيهم جميعا، ما فيش فيهم حد بيقصر يعني. الحمد لله. طب مفيش حد في عايز اي دكتور، سؤال؟ لا في كذا حد، عامر ريد هند ودكتور احمد زهران، اتفضل. هناخد بالترتيب الابجدي كده بقى عشان ما ننساش. دكتور احمد زهران هفتح حضرتك المايك، اتفضل حضرتك. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام. شكرا اولا لحضرتك على المحاضرة الرائعة ديت. الصراحة كنت عايز اسأل، انا لو عندي عامل عايز اشوف تأثيره مثلا على جينات معينة مثلا في نبات، زي درجة الحرارة مثلا، عايز اشوف تأثيرها على مجموعة من الجينات في نبات معين، ايه التكنيكس اللي انا ممكن استخدمها في الحالة ديت، يعني بنفس الطريقة اللي حضرتك شرحت بيها من شوية يعني. ما هو يعني ما فيش تكنيك اقدر اشوف فيه جين اكسبريشن غير الريال تايم، يعني هو ده البديل، هتبقى ان انت تشوف البروتين اللي طالع من الجينات دي، ما هي بتعبر عن نفسها عن طريق انها تطلع في البروتين، أيوة فالطريقه الدايركت ان انت تروح تشوف البروتين نفسه عن طريق الويست بلوت.
لكن ده مش بيبقى متوفر في كل البروتينات. فالاندايركت بقى الاسهل عن طريق الجين اكسبريشن عن طريق الريال تايم، هو ده تمام. اللي هيبقى افضل حاجه. اهم حاجه بس ان انت التجربه هنا هتبقى على نبات، فانا شخصيا ما اشتغلتش على نبات قبل كده، لكن هو النبات عادي بيتعمل منه اكستراكشن لار ان ايه، لان احنا في الحاله دي بنشتغل على ار ان ايه، وبنبدا نحول الار ان ده للسي دي ان ايه، اساس اخد منه الميسنجر ار ان ايه احوله لسي دي ان ايه وابدا اشتغل عليه. اهم حاجه بس تثبت ويبقى عندك الهاوس كيبنج جين اللي هتختاره، اللي هو هيبقى جين في النبات دوت نورمالي اكسبريس وبليفل ثابت في كل الخلايا، وفي نفس الوقت تعمل ريبليكيت. يعني ما تنفعش مثلا نبات واحد وتعرضه للفاكتور ده وتشوف التأثير، لا يبقى عندك مجموعة نباتات، يعني بتعيد بقى التجربة كذا مرة او تعرض كذا نبات، يبقى عندك مثلا زي لو احنا بنعمل على الفيران، بيبقى فيه في كل جروب من 3 لـ5 مثلا فيران، حضرتك برضه هيبقى عندك كذا نبات، يعني مش هيبقى انديفيديو يعني نبات واحد، لا هيبقى كذا طبعا واحد، تمام وتبدأ تشتغل عليهم. تمام شكرا يا دكتور. العفو. هل متاح في المعهد عند حضرتك يا دكتورة شغل البي سي ار والسنب والحاجات دي؟ ايوه احنا الحمد لله متاح عندنا كل التكنيكس ما عدا السيكوينسينج. السيكوينسينج انا ببعت اعمله بقى، يا اما في شركه من الشركات، يا اما بنعمل في اناليسز عند كيني لاب، او بنعمل تبع سيجما بيبعتوا بره يعملوه. هو ده الوحيد، لان انا مش هجيب طبعا السيكونسر غالي خالص، ورتم العينات ما هوش يعني الكبير اللي يغطي تكلفته، لكن سواء بي سي ار ريال تايم بي سي ار اي نوع من انواع الالكتروفوريزيس احنا بنعملهم الحمد لله عندنا في الوحده. طيب تمام، هنفتح في حاجه من الكلام المايك. ايه سامعيني يا لا انا دكتورة؟ سامع حد ايوه سامع حضرتك. طيب هنفتح ل دكتور حسن عوض، اتفضل هفتح لحضرتك المايك. اتفضل يا دكتور حسن عوض، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور ايناس. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا دكتور؟ الحمد لله تمام يا دكتور ايناس، الله يسلم حضرتك. اولا بشكر دكتوره سماح على المحاضره الجميله دي وربنا يوفقها ان شاء الله. هو انا كنت بسال حاجه بس على السيكونسنج مره، فهي جاوبت على السؤال اللي انا ببعتها اناليسيز او سيجما او الى اخره. هل في مصر ما فيش مكان معتمد كويس جدا للسيكونسنج في كل الجهات البحثيه دي كلها؟ يعني انا من المركز القومي للبحوث للاسف برضه ما فيش سيكونسنج عندنا. كان في سيكونسنج في مدينه الابحاث العلميه، واحيانا يعني مش عارف هو وضعه ايه دلوقتي. فدكتوره سمحت بخبرتها في المجال ده، هل في مكان جربت فيه كويس؟ والاسعار قد ايه؟ لو انا بعت مثلا ايزوليت هيبقى التكلفه قد ايه؟ لو انا بعت بي سي ار برودة هيبقى التكلفه قد ايه؟ شكرا لحضرتك. بص حضرتك، هو في معهد بحوث صحه الحيوان في وحده الجينوم اعتقد عندهم سيكونسنج، بس انا ما جربتش، يعني انا ما جربتش معاهم، يعني انا ما لا، عايزين حضرتك اللي جربتيه وكويس. اللي لا يعني عايز حضرتك مكان جربتيه كويس. اللي جربتهم شركه سيجما، هو بس الصوت بيتعاد. شركه سيجما انا اتعاملت مع سيجما برضه، اتعاملت مع سيجما لحد فتره معينه. شغلهم كويس، وهو بيبعت يعني تبعت تعملهم بره، واخر سعر للستار برودكت 350 جنيه فورورد وريفرس. بس تمام. من غير لو انا طبعا بعت ايزوليت، لو بعت ايزوليت هي هتعمل البي سي ار بتاع ال 60 اف، بعد كده تبعت. ايوه انا يعني مش فاكره، بس ممكن تكون مثلا بقى 700 جنيه او حاجه زي كده، لان هي هتحمل عليك شغل البي سي ار الاولاني اللي هيتعمل والبيوريفيكيشن. طيب في مكان تاني غير سيجما واناليسز؟ اناليسز يا كلر بتاع كلين لاب اللي هو في معمل كلر بتاعهم، ونتائجهم حلوه. احنا جربنا، حد من الزملاء كان جرب وادى نتائج كويسه، وبيعملوه في مصر. يعني اخر معلومات يعني عن بيعملوه في مصر. بس لكن ما فيش جهه بحثيه من الجامعات المصريه دي كلها فيها سيكونسنج داخل الجامعه؟ لا انا ما اعرفش غير الاجير، ما اعرفش غير معهد بحوث صحه الحيوان. يعني الاجير اللي هو مركز البحوث الزراعيه.
لا ما اعرفش عندهم سيكوينسنج ولا لا، ما اعرفش عندهم سيكوينسر ولا لا. ايوه تمام، شكرا لحضرتك يا دكتور احمد. العفو يا دكتور. متشكرين جدا. شكرا يا دكتور ايناس. شكرا لك يا دكتور. هنشوف مين كمان حابب يسال. دكتوره انتصار. طيب ثانيه يا دكتور انتصار، هفتح لحضرتك المايك. اتفضل يا دكتور انتصار سؤالك. شاكرين لحضرتك جدا دكتوره ايناس ودكتوره سماح على النقود الجميل ده. يا دكتور اهلا بيكي دكتوره سماح. انا والله الحمد لله ان كان وقتي، وفرت وقت شويه عشان احضر المحاضره دي بجد والله. حضرتك نورتينا، خصوصا ان حضرتك بعتي لي ريمبر. بشكرك جدا دكتوره سماح والله. انا بس كنت عايزه اسال سعادتك على نقطه بتقابلني دايما في مجال الاجنه. بحب ساعات اعين اقيس بي سي قصدي جين معين في مرحله الديفلوبمنت. فطبعا لو خدنا اورجان مثلا على سبيل المثال زي الكدني في المرحله الجنينيه بتاعت الراتس، فمثلا بيبقى او الليفر مثلا، فبتقعد لها مثلا من اليوم مثلا العاشر لليوم مثلا الخمستاشر. تمام. طيب الوقت اللي انا عايزه اعمل ديترمينيشن للجين ده بيبقى في وقت في يوم معين المفروض اعمل فيه الديسكشن بتاعتي، عشان بيبقى الجين ساعتها واصل لاعلى درجه في الاكسبريشن بتاعته. فالمفروض انا بختار اليوم ده عشان اعين فيه الجين. تمام. فساعات بنبقى متلخبطين، طب اعمل سكريفايس في اليوم الكام؟ طب انا عندي الفتره من الديفلوبمنت بيكمل مثلا في الاورجان ده في اليوم ال 15، فببقى عندي ساعات ببقى متلخبطه، طب اعمل سكريفايس في اليوم الكام؟ طب ال 13؟ طب ال 12؟ ساعات فبتبقى، وخصوصا ان اصلا ما فيش حد بيمشي في النقط دي. انا اعتبر يعني يمكن من الناس اللي يعني بخاطر دلوقتي وفعلا بحط نقط في الموضوع ده، ان انا فعلا عايزه تحت تاثير عوامل معينه على الام اثناء الحمل ببقى حابه دايما ان انا اعين الجين في المرحله الجنينيه. هل يا ترى بيتاثر ولا لا؟ بس بحب دايما عايزه اختار بقى الفتره اللي الاكسبريشن فيها عالي للجين. ولا معايا حضرتك؟ ايوه. بصي هو الصوت بيقطع شويه بس انا فهمت حضرتك عايزه تتابعي التغير على مستوى الاكسبريشن بتاع الجينز في فتره الحمل. نمو اورجان معين، انا اخترت اورجان معين الدف. انا الجول بتاعي هو انا مش عارفه هيبقى ازاي، لكن ممكن يبقى عندك عدد كبير من الفيران اللي هم حوامل اللي هم بريجننت، وممكن تقسمي بقى يعني تاخدي في اليوم الفقره اللي حضرتك عايزه تتابعي فيها دي، خدي في اليوم الاولاني والثاني والثالث، يعني ابداي اعملي يعني خدي من كل ديت واعملي زي فولو كده للاكسبريشن. اجرب قصد حضرتك الاول. لان هي اصل ما هنعرف منين، لكن انت خديها من الاول للاخر، ولو حتى ممكن بعينه عينه عينه مثلا في الكيرف كده، هو بدا يطلع امتى وينزل امتى. أيوة. طبعا لو اكتر من في الكنترول بالكنترول قصد حضرتك اجرب على الكنترول الاول اشوف الاكسبريشن العالي بيحصل في اني وقت. صح كده، تعملي زي فولو كده للاكسبريشن. ايوه. طول الحمل او الفتره اللي حضرتك اللي انت عايزاها، مثلا الاسبوع اللي انت عايزاه، او الله اعلم. أيوة. بقى الفتره اللي انت عايزاها قد ايه. هتعرفي وتبداي هو ده اللي تشتغلي عليه، هو ده اليوم بقى اللي امشي كل المجاميع معاه. لو حسيت ان هو ده انسب وقت، ممكن هو بقى كانها زي بايلوت ستادي كده. تمام. يعني اشوف اعلى يوم. اعلى يوم الاكسبريشن فيه عالي جدا، صح كده، على الكنترول. وبعدين امشي المجاميع كلها عشان انا ما يحصلش معايا لخبطه، او ان انا اختار فتره اظبط في فتره وتطلع الفتره دي لا ده الجين فيها بيحصل له داون لود او كده. بس هو عموما في شغل الجين اكسبريشن الاب ريجوليشن والداون ريجوليشن دي ريزلت ودي ريزلت. يعني هو احنا مش يعني ليه حاطين في دماغنا ان انا عايزه الوقت الاكسبريشن عالي؟ ما هو برضو الوقت الاكسبريشن فيه قليل، ده برضو دي نتيجه. شغل الاجنه يا دكتور بيبقى مختلف شويه عن الادلت. شغل الاجنه بيبقى فترات معينه
اثناء الحمل في الجنين اثناء تكوين بيحصل الجنين فيها الام اللي هو الجين ده نفس بيعلى الام قوي. قوي. الجين ده بيعلى قوي ويرجع ينزل غيره يشتغل اكسبريشن تاني لحاجة تانية. ايوه فاهمه. فهي دي بقى النقطة اللي احنا بنبقى بنحط الميعاد واحنا خايفين، فعشان كده بسأل حضرتك. هو يعني متهيألي هو ده الانسب، او اذا كان في ايوه بقى في بره جايبين يعني هم بره ممكن يعملوا يكونوا بيعملوا ده عندهم اكتر، فبيبقى عارف ان في اليوم الفلاني هو ده اللي بيحصل فيه بس طبعا حساب الحاجات دي بدقة، يعني الحمل حصل امتى بالظبط انا مش عارفة ده دي بالنسبة لكم بنعملها. لا دي بنعملها، لا دي فخلاص خلاص احنا حفظنا اتعودنا عليها، اتعودنا على دي خلاص. هي وكمان بنحدد عارفين الميعاد بتاع الاورجن ده بينمو من الوقت الكام للوقت الستارت البيجيننج بتاع